اليوم عرضنا تسريحات للشعر 2013 بالإضافة للمكياج وعدة فساتين، منهم فساتين سهرة، فساتين للعرس والخطبة، وأواعي كانت سبور شغل يومي، شغل صبايا للجامعات. يعني أنا توقعت يعني شاركوا معي 2-3 انكترت، ما يكونش عندي غير 20 حدا بالحدث، 5 بنات، هو العدد ضعف معي لميات، مش مزحة أبدا. نشوف استمرار عروضات في العالم، بس إشي مش قابل لأنه يلتبس عنا في مجتمعاتنا، فكان حلو يعني سواء كان البريتا بورتي أو الشيء الرسمي أكتر شوي. حبينا ندخل على الجو ونسوي إشي جديد برام الله، منه بصفي يعني زي يوم مفتوح لعدة محلات برام الله، بتعرفوا على الزباين، كلهم بتعرفوا على بعض، كأنه إشي جديد الواحد يروح عليه غير الكافيهات والطلعات وجيات، يعني إيفنتس جديدة عم بتصير وترفه عنا وتسلينا شوي. زي ما في ازياء حلوه وفساتين حلوه، في كمان ماكولات حلوه وحلويات حلوه بنقدر احنا نصنعها بايدينا، يعني حتى لو مش فنانين مش متعلمين، ممكن هي بتجي مع موهبه مع فتره. هلا اي شيء جديد طبعا بده يكون له علاقه في الشيء اللي عم نعرضه راح تقدم فيه، يعني لما تحكي انا عن تعرض فاشن شو في صالون فاكيد بدك تعرض اللي هي اشياء اللي لها دخل في البشره، الاشياء اللي دخلها في الميك اب، في الشعر، في الاشياء اللي لها دخل في الست بشكل عام، وبصالون في نفس المكان، يعني مش رايح انت في مكان ثاني. اندهشت من الحضور لانه الظاهر انه في كثير كان اقبال على الموضوع، ومبسوطه كثير لانه تقريبا ما في كثير اشياء هيك بتصير في رام الله، والناس كثير متشجعه على الموضوع، فكان شيء كثير حلو.